على الرغم من قيام شرطة السير بتحويل اتجاهات بعض الشوارع الداخلية بالمكلا، إلا أن الاختناقات المرورية لا تزال تشكل هاجسا لسكان المدينة، خصوصا عند ساعات الذروة. في ضغط مروري قوي في وقت الذروة، خاصة في زيادة المركبات، خاصة في هذه خلال الثلاث سنوات. إلى ما قبل اندلاع الحرب في البلاد، ظل الحديث عن مثل هذه الازدحامات المرورية في مدينة كالمكلا مقتصرا على مواسم الأعياد والإجازات السنوية، لكن الأمر اليوم أضحى مختلفا، فأعداد سكان المدينة في تزايد مستمر، سواء كانوا من المغتربين العائدين للبلاد أو النازحين من محافظات أخرى. تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 20,000 سيارة خاصة دون احتساب مركبات النقل والأجرة بمختلف أنواعها تجوب المدينة، التي لم تشهد شوارعها الضيقة أساسا والممتلئة بالتشققات والحفر أي توسعة منذ نحو 15 عاما. ما في تفعيل رخطوط، إذا كانت من سابق يعني على سن الاستيراد للسيارات تكون على حجم الطريق اللي هي موجودة، والآن يعني سيارات تدخل يوميا تقريبا 20,000 سيارة موجودة عاملة، سواء كان من محافظات أو من المناطق الريفية اللي موجودة اللي يتسوقون داخل مدينة المكلا. ولا تشمل هذه الإحصائية آلاف السيارات المجهولة والمستوردة من خارج البلاد، الواصل جلها عبر ميناء الشحر، يضاف إليه غض بلدية المدينة الطرف عند منحها التراخيص لبناء المطاعم والمراكز التجارية والمباني السكنية وافتقادها لمواقع توقف مركبات مرتاديها. طبعا هناك مشكلة قديمة جديدة في قضية التخطيط للتجمعات السكنية في المكلا، وهي أن الجهات المخولة بمنح التراخيص للمصالح العامة غالبا ترتكب خطأ لا تأخذ بعين الاعتبار الازدحام الذي تسبب هذه المصالح، فتجد أحيانا في تجمعات أو في بعض الشوارع في مدينة المكلا مدرسة على شارع عام أو مستشفى على شارع عام يسبب ازدحاما كبيرا ويسبب اختناقات مرورية، والمشوار اللي يمكن أن تقضيه فيه 10 دقائق أحيانا يأخذ منك أكثر من نصف ساعة أو ساعة كاملة. وبالرغم من الإمكانات المتواضعة لشرطة السير بساحل حضرموت، إلا أنها عمدت مؤخرا لزيادة أعداد أفرادها لمجابهة الاختناقات وتنظيم حركة السير، لكن هذا قد لا يكون كافيا ما لم تصحبه إجراءات أكثر صرامة ضد السلوكيات المخالفة والتي تؤثر على مستوى السلامة وتزايد الازدحامات، كإيقاف المركبات على الطرقات بصورة عشوائية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.